السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم التاريخ 8/12/2023، جيت الغار مدرسة الثموديين للرسم والكتابة. كما ترون هذه المغرة الحمراء الطبيعية اللي استخدمها الإنسان جميع أنحاء العالم، في التاسيلي، في الجزائر، في فرنسا، في إسبانيا، في أمريكا، من الطبيعة. طبعا هي ما هي هذه المادة؟ هذه أكسيد الحديد، ترسبت طبقات، شوف الترسب، لأنها ثقيلة دائما تصير بلورات الحديد الناعمة تصير هي الأسفل، لأن هي الثقيلة نزلت، لأنه هذا الصخر الرملي ساندستون كان مغطى بالمياه. شوفوا، لكن ماذا يتميز به هذه المدرسة؟ أن الحبر، حبر السبورة موجود، ما يحتاج يروحون يبحثون عنه هنا وهناك وبعيد ويطحنون ويجيبونه بكياس، لا، موجود خط طويل طويل على امتداد الكهف إلى الجهة البعيدة، ولذلك كثرت يأخذون ويسحنون سحن وليس طحن، زين، ويرسمون. يعني طبعا في احد بيقول لك هذه دراسه بدائيه، لا، هي رسومات كثيره، نجد او اسوم، نجد حروف ثموديه، طبعا نجد هم احيانا رسموا على طول، نحتوا نحت على الصخر، كتبوا، شوفوا النعام. طبعا النقر على الصخر اصعب من الرسم بالمغرى الحمراء، ولذلك يقول المتخصصين بالفنون الصخريه ان الانسان اول ما بدا بالرسم، بعدين دخل الكهوف زي كذا، وبعدين لجأ للنحت، والنحت الثلاثي تطور لاحقا، وموجود نحت ثلاثي للإبل كثير بالسعودية. شوف، لكن هذا ليس عليه دليل، ربما أنهم بدأوا بالرسم والكتاب بالرسم بالمغرة الحمراء بعد، ما هو دليل، أو استمرت الكتابة بالمغرى الحمراء زي ما حروف كل كتابات حروف ثمودية. يأخذون ويرسمون، طبعا كيف يرسمون؟ يأخذون الريشة، ريشة أي طائر، ويأخذون المادة ذي، يكسرونها، يسحنونها، يخلطون معه حليب حيوان أو دم ويرسمون فيها، فتبقى إلى الأبد. لا تحسبون أن هذه المادة تمحي، ما تمحي ذي، لأنها تشربها الساندستون. طبعا هذه كتابة ثمودية، فيها أشياء حديثة، أشياء قديمة، لكن فعلا أن هذا الخط موجود مع الكتابة. هذا مدرسة جميلة لتعلم الكتابة، الفن البدائي، نسميها الفن البدائي. شوف، مغرة كتابة، مغرة كتابة، نفس الرسومات دائما. المغرة الحمراء نجدها رسومات متقاربة، يعني في جبال شدا الأعلى في الباحة، منطقة الباحة، كتبوا بالمغرة الحمراء، كتبوا وليس فقط رسموا، فلذلك هو ارتباط الكتابة بالمغرة الحمراء موجود، يعني ليس فقط أنه والله لا رسومات بدائية، لا، نجد في جبال شدا كتابات بالقلم الثمودي المتقن بالمغرة الحمراء.